هذول يقولون إذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، كأنه يقولهم أن النطفة، نطفة الإنسان إذا وقعت بالرحم استحالت من نطفة إلى كائن حي، زين؟ وجسد الإنسان الحي إذا انحط بالقبر استحال من جسد إلى تراب. القدرة اللي تتعلق بالاستحالة الأولى فتخلق من النطفة إنسان، نفس القدرة اللي تتعلق بالاستحالة الثانية فتخلق من التراب إنسان. ليش هذا تكذبوه ها؟ وهذا جاي تشوفوه قدام عينكم، أي معجبة؟ يعني أنا مثلا لما أشوف لي نجار يسوي له باب بيت وأشوفه قدام عيني يسويها ويركبها، أجي لي مرة ثانية أقول له والله أنت تقدر تسوي باب؟ يوم ما تقدر تسوي باب، ما تشوف قدام عينك أنا ما أقدر أسوي، يعني تتغريب يعني ذولا هكذا. يعني انت الان مو يقول امام عجبت لمن انكر النشأة الاخرة وهو يرى النشأة الاولى، انت تشوف هاي النشأة هذه اللي قدام عينك الان جاي تلاحظ ان الله عز وجل يخلق، منين جاي يخلق الانسان؟ من هالنطفة. النطفة شنو هي؟ عبارة عن مادة متكونة من التراب بوسائط مبدئيا صارت غذاء ومن الغذاء تحولت الى نطفة. اذا اللي يقدر على الابتداء يقدر على الإعادة، الذي قدر على الابتداء قد يقدر على الإعادة. أفعينا بالخلق الأول؟ يقول إحنا أول ما خلقناكم عجزنا، بل هم في لبس من خلق جديد على طول، أنتم يوميا جسمكم يلبس أجزاء جديدة. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.